السلام عليكم غزالة ديالي، مرحبا بكم حبيبي. معاكم فيديو جديد، فلوق جديد، كلشي جديد. بديت لكم هذا الفيديو هذا بواحد المكياج خفيف 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 باش غادي نخرج، وبديت بهاد الفون دو تان ديال فلور مار، زوينه بزاف البنات، والصراحه كتوافق كاع الانواع ديال البشره. الصراحه انا وافقتني بزاف، وواحد البنت لابو ديالها ناشفه حتى هي وافقتها. بون غزالات ديالي كيف ما قلت لكم زوينه بزاف، وانا كيعجبني نصاوبها بيدي، ما كيعجبنيش نقادها ببانسو ولا بشي حاجه، ما كيعجبنيش نقادها. وكيف ما كتشوفوا حتى الفارا بوبيير كنقادها كنقادو بيدي، ما كيعجبنيش نقادو بالبانسو، ما كيعجبني كلشي نصاوب بيدي. باش كان ما عرفتش، كنحس براسي ملي كنصاوب بيدي كنحس براسي انني كنقدر نخدم الملامح ديالي مزيان وبشي حاجه اللي هي بسيطه. وبالنسبه للبنات، بزاف ديال البنات سولوني على الجل اللي في الفيديو اللي فات كنت درت لكم ماكياج، كانوا سولوني على الجل اللي كنصاوب به الحجبان. هذاك كناخذو بشي 30 درهم واقيله، كناخذو من عند مول ماكياج عادي، ماشي شي ماركه اللي معروفه. الصراحه كناخذ غير ماركه عاديه، وكيدوز لي، عرفتوا شحال دوز لي؟ دابا دوز لي تبارك الله بزاف، وزوين بزاف كيحمق. وعاد باغا ان شاء الله ناخذ واحد اخر بحول الله وصافي. مهم كيف ما شفتوا قديت الحجبان. صراحة ملي كيكون الحجبان والعينين مقادين كلشي كيبان زوين. صافي وصافي، غادي ندير واحد شويه نتاع الفراجور بعدا. هنايا داك الفراجور البنات كنخدمو تا فارا بوبيير، زوين بزاف كيحمقني انا الصراحه. شويه ديال الماسكارا وفراجور وصافي، وغادي نوض نلبس حويجاتي باش نخرج ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا. اخيرا قديت راسي، لبست حويجاتي، طوال السالف دغيا طوال اختي. المهم بنات، يلا ساليت كيف ما كتشوفوا. اول ماكياج ديالي خفيف 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 بزاف، يعني ماشي داكشي اوفر، غير ملي كندير الغوج على ليفغ انا كيخصني يكون اوفر، ما عرفتش علاش. المهم احنا هابطين دابا، غادي نخرجوا واخا ظلام الحال، مي يلا غادي نخرجوا. خليكم معايا ما تشوفين، غنوريكم فين غنمشيو. بينا الضو، يلا السلام عليكم. مهم غزالات ديالي، حنا يلا خرجنا دابا، عاد خرجنا يلا، حنا في الزنقه دابا اختي. والجو عرفتوا كيعجبني هاد التوقيت بحال هكا، ما عرفتش علاش كيعجبني يكون الجو بحال هكا، ما كرهتش يبقى 24 ساعه سير 24 ساعه. المهم دابا حنا غادي نشدو طاكسي. بغينا نوريكم شي حويجات جداد، مي صراحه البلايص اللي غنمشيو لهم اللي خصهم يتصوروا، زعما الصراحه اللي خصهم يتصوروا بحال هكا بابودير راس الماء وداك الشيء، خصهم ضروري الطوموبيل، خصهم تكون عندك ترونسبور ديالك، حيت تقدر تطلع وتجلس وما تلقاش فاش تهبط. المهم دابا حنا غادي الريحه تاع السما دخلت لي في نيفي ياك. حنايا دابا غادي، شوف سبحان الله البنات، هاد الدار هادي يلاه تحطات، يلاه يلاه شحال هادي ما كاملاش كاملاش سيمانه هاد، حطو دغيا طلعت. ما فهمتش كتوقف الناس على رزقها، حيت كيف قال لك كتوقف الناس على رزقها. المهم دابا حنايا ماشيين خارجين، غادي نشوفو فين غادي نمشي وشنو غادي نوريكم وشنو غادي نصورو لكم. وهانتوما معانا متشوفين. كاينه واحد المراه مسكينه كتسكن حدانا، بعدا راه بنتها وقيله كتفرج فيا، بنتها يمكن كتفرج. عندي انا السرجم ديال الكوزينه كيطلع عليها، هي كيطلع على السرجم ديال الكوزينه ديالها، عرفتوا شنو البنات. كيكونوا جايين عندي الضياف وكنضيع وقتي غير باش كنشوف فيها، حيت كتجيني فوتوكوبي جداتي الله يرحمها، كتجيني غير هي لا بالشقه ديالها لا بالتخمال ديالها لا بكل شيء، وكنبقى كنشوف فيها. دابا تلاقيناها في الزنقه مسكينه، مشيت سلمت عليها درعتها وهادي، بقات كتدعي معانا، قلت لها خالتي والله كنت غادي نجي عندك للدار. ما عرفتش حيت جاتني كيفها سبحان الله العظيم. والغريب في الامر هو انها كانت قال لك لا تخرج لداركم، قال كانت طلعت عند، كانت كتمشي للدار ديال باين حميد وداك الشيء. المهم غزالات ديالي، كي منين كيتخلطوا المشاعر كيخرجوا الدموع. المهم دابا حنايا غادي، مازال ما بان حتى شي طاكسي، غادي نهبطو نضربو شي دوره في مرجان، نشوفو لي سولد اللي كاينين، ونشوفو الا كاينين شي هميزات ناخدو، ما كاينينش شي هميزات راه ما ناخدو والو. خليكم معايا.
بنات هنايا يا حميد قتلني بالضحك. مشى عند مسكين هذا الماكا اللي واقف وجلس كيتصور معاه شويه ويتسكى عليه. قال لي والله يتا طويل عليا وين راسي. قلت له انت راه تهبط راسك وتسكى ديال بصح يجيب رجلي لتحت. عرفتي متنا بالضحك. اخيرا هو الشكلاطه البنات كي قلت لكم كنحماق على الشكلاط هذا الوليدات. حبيباتي بغيت نشارك معكم واحد الفوائد نتاع هاد الزيت تاع الافوكادو. زوينه بزاف منها البنات شنو كتساعد على الترطيب البشره وكتحيد لك المشاكل تاع جفاف البشره وكذلك كتخفف الالتهابات الجلديه. كاين لي البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم ليكزيما زوينه بزاف وكتحمي البشره من الالتهابات كتساعد على تسريع عمليه الشفاء يعني الجروح الا كانت عندك في البشره وكذلك كتحميك من حب الشباب كتمنعو حتى في انه ينوض. زوينه بزاف وفيها الفيتامينات البروتينات احماض دهنيه وكتقلل من ظهور علامات السن يعني غزاله البنات وتقدروا تستعملوها حتى لضفرانكم. بون غزالة ديالي خدينا واحد شويه ديال السوسيس ودابا حنايا غادي نضرب الدوره. تلاقيت واحد بنيته مسكينه صغيره من هنايا جات عندي قالت لي شكونه مسكينه. قلت لها سعدات شي اختي متبعيني من جميع الصغار الكبار كلشي. شوف واحد الشكلاط داري فيه بروموسيون زوين ولكن واخا بروموسيون اختي غالي غالي 145 هذا 179 كنموت على الشكلاطه البنات المهم هذاك الشيء غير بوغ لي كادو صافي ما تاكلوش يبقى غا ديكور وصافي. المهم دابا حنايا غاديين كنشوفو شنو نديرو صافي بنات. شوفو شنو النونويات شوف شحال زوين عرفتو كتحسو فيه ملي كتقيسو فيه كتحسو فيه بالامان. عرفتو شنو حميد غياخد لي هذا كنأسس الكوزينه البنات باش بدا تلعب في الدار كنأسس الكوزينه. يلا زيدو هذا ديالاش ديالاش هذا دابا راني كن عرفتو شنو البنات انا كنفضل الوليدات الصغار اللي بغات تاخذ الوليدات شي حاجه تاخذ هادو بحال هاد الليبات اللي كيخدموا الذكاء ما داك التخربيق نتاع هادي طوموبيل غاده هادي كدا ما كيعجبونيش ما كيعجبني نخدم له الذكاء ديالي. المهم غزالاتي جينا هنايا ناخذ واحد شويه نتاع الكاشير شويه ناخذوه. لقينا واحد عرفتو البنات غيوقف تحت قلبي طلع ديال الحوت ما عرفت شفتو حسيت بالرضان في ديك الساعه. هذا عجبني مي مازال ما عرفتش بنيته ولا وليد ولكن انا كنفضل ندير بنتي ولا وليد ان شاء الله ندير لهم نتاع الخشب احسن ديال البلاستيك. خلاص بالكلاس هذا ديال الحديد ما كيعجبونيش ولكن يديرو زعما زوين ومناسب زعما غير الحديده. الغزالة ديالي هذا هو الشارع اللي عندنا حنايا كتبقاي طالعه هابطه طالعه هابطه ما عندك فين تمشي ما عندك فين تجي غير هذا الشيء ما عندك فين ما عندك منين تسيركولي كتبقاي طالعه هابطه غير هنايا
عندنا في شارع كوليزي هو هذا. انا نصوركم غير ما بغيتش نشد الناس، كنعاين داك البلاصات هو بالضبط باش راكم عارفين باش ما يشدش معايا حتى شي حاجه. صراحه البنات مدينه تازة مسكينه مهمشه، ما عندنا فين نخرجوا، ما عندنا فين ندي وليدات يتساراو، ما عندنا فين نحطوا وليداتنا يفوجوا يلعبوا في لي جوي، ما كاينش داك الشيء والو البنات. مع هذه الا جا لا فوار مره في العام وراكم عارفين يعني ماشي في مستطاع كل واحد انه يدي كل نهار وليداتو، ما كرهناش كون يكون شي حاجه فين ندي وليداتنا فين نفوجوا حتى حنا، هذا هو الشارع ديالنا. اهلا 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 عليكم يا الغزالات. النهار غتموتوا عليا بالضحك، هذا النهار غتقاضوا معايا بالضحك. حميد قال لك شنو اهلا لا شنو اسيدي تشها السفه. المهم مشينا تسارينا جبنا داكشي اللي خاصنا، تقضينا داكشي اللي محتاجينه. قال لك لا خصو السفه. دابا السفه المشكله انني عمري ما صاوبتها في حياتي، انا ما صاوبت شي حاجه سميتها السفه، اول مره غادي نقادها وغادي تكونوا معايا وغتشوفوا واش قديتها مزيان ولا لا. فهذا بحد ذاته راه تحدي بالنسبه ليا حيت انا ما عمري صاوبتها في حياتي. اكيد كاين شويه غنخدم اليوتيوب، شويه غنصوني على ماما باش تقول لي كيفاش شنو ندير وشنو ما نديرش، راكم عارفين. المهم منين تشها زماني تشها هادشي ندير له بعدنا حتى شي مشكل. الواحد هو اللي يتهلا في زمانه ويتهلا في راسو ويتهلا في صحيحته ويتهلا في والديه وفي ميمتو خواتاتو خوتو عائلته بصفه عامه. خليكم معايا وما تمشيو فين. دابا غادي نوض نجمع نصاوب له هاد السفه هادي، راكم عارفين هي كتاخذ وقت، كتاخذ وقت بزاف. وهو دابا هو جا من القهوه يعني خصني نصاوب قبل. بعدا بغيت غير نشارك معاكم شوفوا شنو جبت من مارجان. هادو يا البنات ما عرفتش غير شتها ريوقي بداو كيهبطوا عليها، دابا انا مازال ما فتحتهاش وبغيت زعما حتى اني صافي حاولت انني نفتحها، ولكن بغيت نشاركها معاكم. خديت هادي من مرجان، خديت واحد شويه تاع السوسيس، هادو كاملين اللي وريتكم خديتهم راه شهيتهم. خديت شويه ديال داك الكاشر ديال لا ماشي الكاشر، هذا الفيلي فيمي، خديت شويه وخديت داك الاخر واحد الكاشر تاع الحوت تا هو خديت منو واحد شويه. ها هو شوفو كي داير، نوريكم دابا. دابا كنشمو قلبي كيطلع ياك وني مني او ولكن منين عاد رجعت تحيد فاكتور راني ولكن منين كنهزو ما كيعجبنيش كنحس بقلبي طالع. خديت الزويتنا حتى هما اكثر هي كنميل للمملحات كيعجبني المالح. خدينا هذا شويه تاع التيبان وخلاص السفاه هي ديالي اللي غادي نصاوب دابا. المهم خليكم معايا وما تشوفين وغادي نشوفو كاملين اختي هاد التحدي. يلا زيدوا معايا يلا نوضي اختي جمعي الوقفه ولا تشهيتي شي حاجه نوضي صاوبيها. الغزالات ديالي تحزم هنا تقادين باش نوضو صابو هاد الشيء وهادي. البنات بزاف اللي بيكم لي بحالي حتى انا ما عارفاش كيفاش يصاوبوها كيفاش يقدوها شنو يقدو فيها كيفي كيفكم حتى انا ما عارفاش، اول مره غادي نعرف. هانتوما معايا وغتشوفوا شنو غادي ندير في الاول بعدا. او خليكم معايا. اول حاجه البنات غسلت يديا باش نبدا ان شاء الله في هاد السفه. الا لحقتيني دري عليا القرفه. السفه البنات انا ما عمرني ما صوبتها في حياتي، فين ما كنتها كنقولها غير ماما كنقولها ماما صوبيها لي. كتاخذوا سفه رقيقه البنات وكدهنيها شويه بزويته ودهنيها مزيان. المهم هنايا هي زويته، درت شويه ديال الزيت وحاولت انني زويته انا درت بلديه حيت ما بقاتليش زيت الروميه يعني زيت ديال العود، حودنتها مزيان حتى كتحسي بانها صافي تدهنات كامله. وتخلي البرمه ديالك كتسخن وعاد تمشي يعني ديري فيها الماء وتخليها كتسخن وعاد تسري ديريها في الكسكاس وخليها كتفور. ومن بعد ما غتفور كتبقاي كل مره تخرجيها باش ترشيها بالماء باش تطلق لك انا صافي فورت هاد التفويره الاولى وجيت طلقتها في درتها في الاخر ديالي باش نبدا عاوتاني نرشها شويه ديال الماء. درت فيها تقريبا جوج كيسان ديال الماء، رشيتها بجوج كيسان ديال الماء باش كترطب مزيان مزيان مزيان. وغادي نزيد عاوتاني غادي نزيدها ان شاء الله عاوتاني بعد نديرها تطيب وعاد عاوتاني نزيدها الماء.
قد ما زدتوها الماء البنات قد ما كترطب وكتجي بنينه. وما تنساوش انا درت واحد الفتره ما درتش الملحه بزاف، درت غير شويه. ديروا ملحه ملحه، ما ديروهاش دابا حتى التفويره الاخرى. صافي البنات فورت التفويره الاخرى وحطيتها صافي تسالات. درت لها المليحه، شويه ديال المليحه شويه ديال الزبده، وغادي نبدا نحطها في الطبسيل ديالي ونزوقها. انا ما درتش القرفه حيت حامله ما نقدرش ندير القرفه، ولكن نتوما تقدروا ديروا القرفه البنات، ديروا القرفه زوينه. حنايا غير على حساب الحمل ما قديتش، درت غير اللوز وشويه ديال السكر. اللوز سكر كلاصي قبلوا عليا، انا غير ما تجهز سي حميد وانا نوض نصاوبها له في الزربه، وراكم عارفين خصكم عندها خاطر للتزواق. ايوا هذا ما كان الغزالات ديالي، رجعت لبست البانوار ديالي صافي برد الحال. دابا صباح الصباح نسى لكم باش نوطي لكم فيديو. دابا بزاف ديال البنات كيسولوني كيقولوا لي مولا كي دايره. بعدا قريت واحد لي كومونتير فتمت تمت 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 الضحك. وحده كتقول لك علاش كيفاش كبرات لك الكرش دغيا كيفاش كذا. واه عباد الله راه الفوتو ديال البروفيل دائما كيلعبوا عليها الاثاره. كاين شي حاجه سميتها ان الفوتو ديال البروفيل كتقدري تلعبي ليها. بالنسبه لكرشي البنات، ها كرشي راه ما كبيراش، انا فتح لكم ها نتوما البنات، ها كرشي كرشي عطياني انا لهنا، جايه من هنايا غير شويه وصافي ماشي بزاف. ولاني بدات كتبان، ماشي ما بداتش كتبان، بدات كتبان. راكم عارفين المراه ديال شهرين ماشي هي 3 شهور ماشي هي 4 شهور، ولكن الفكره اللي واخدين غلط بزاف ديال الناس هو ان يمكن انت الحمل ديالك راه ماشي بحال بزاف ديال الناس. راني انا كنعرف واحد صاحبتي كانت حامله في شهرين، عرفتوا كرشها قداش؟ كرشها كبيره. انا براسي كنت كنقول لها راه يمكنش راه كتكذب راه كرشها، شوفوا قداش هادي هادي هادي. ولكن في الاخر راه فريمون ان المراه كل وحده والهرمونات ديالها، خصوصا البنت. البنت راه كتبان دغيا 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 كتكبر المراه، البنت دغيا كتكبر لها الكرش، المراه دغيا كتكبر لها الكرش الا كانت حامله بالبنت. هكا يعني هذا هما هذو هما اللعيبات اللي كاينين. اما انا البنات اللي وحده عاوتاني قالت لك ايوا حشومه عليك كذبتي علينا وخبيتي علينا حملك تكبرتي تكبرات لك الكرش. واش شفتوا فوتو البروفيل؟ وليني دخلوا شوفوا الفيديو واش الكرش كبيره ولا لا. يعني خص الانسان يخدم بعقله، فهمتي؟ انا راه ما عمرني كذبت وما عمرني ما غادي نطلع نقول لكم انا نخبع عليكم حمل عاد نطلع نقولها لكم. بقى نخبع احسن، علاش نقولها لكم حتى نمشي نولد؟ لا، جيت نهار اللي فرحت فرحتكم معايا، نهار اللي عجبني الحال عجبت نتوما فرحتوا معايا عادي. يعني انا كنتقاسم مع الناس اي حاجه كانت زوينه، سواء الزين ولا الشين، ممكنش تقاسموا غير الحاجه الزوينه وداكشي. ودابا غادي نقول لكم كنحماق عليكم وكتستاهلكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى حبكم ورسائلكم ميساجاتكم كومونتيراتكم اللي خطاكم عليا. الله يحفظكم والله يسهل عليكم وحده بوحده، وتهلاو لي في راسكم. موعدنا فيديو جي الجاي، وكنتمنى الى عجبكم هذه الانواع ديال لا فيديو فقولوها لي في الكومنتار. تهلاو في راسكم.